look. ودلوقتي معانا مسابقة من العيار التقيل، معانا اللاعب سمير عبقرينو، ومعانا خالد لودي، ومعانا جو، أنا اللاعب، ومعانا حمبوزو، أنا اللاعب. ونبدأ دلوقتي الاثنين الحكام بابا وعمو سعيد، هنبدأ دلوقتي التحكيم في أول مسابقة للاعبين جو وحمبوزي، ودي الجائزة الأولى يرمل كالعادة. هتلعبوا ريست، هعد واحد اثنين ثلاثة تبدأوا. أنا لسه ما عدتش، أنا بقول هعد. صبح صبح يا عم حمبوزي عشان تاخد شوكولاتك وعشان تنبسط. وانت يا عم جو ايه ده، وشيلوا ايديكم من ايدين بعض، انتوا ما بتقروش الفاتحه دلوقتي. سكه بقى. هو احنا هنتجوز اول؟ انت مش هتتجوز عشان كده تحط ايدك في ايده لما تيجي تلعب. اولا يا عم يوسف صلي بينا على النبي. هتلعبوا بقوه، هتلعب بقوه وشرف. عايزك تكسب الشوكولاته يا حمبوزه. قوه يوسف احسن وحش. خلاص كفايه تنفيض، هطلع لكم مراتب بعد كده مع المسابقات الجايه. دلوقتي انتوا ابداوا، يلا اوريدي ستيدي جو. ثانيه واحده يا جدعان، انتوا ما بتفهموا من فيسكم. هل انتم تفهمون من بلالكم يا ايها المبلبلون؟ ستوب. اولا اول ما اوريدي تفردوا ايديكم قصاد بعض، ستيدي تمسكوا ايديكم في قدام بعض. هقول جو تبدأوا. لو سمحتوا نعمل تيست. يلا تيست، ده مش هتلعبوا بجد. ريدي؟ لا ريدي تقيس. ستيدي جو تلعب. اصبر لسه ما قلتش جو. ايدك دي تقدر تمسك بيها هنا، وانت تقدر تمسك هنا، تقدر تسحب بنفسك جامد. ما هو احنا لسه ما بدأناش، انا اللي همسك لكم الميزان. خلاص استبينا، شيلوا ايديكم. ريدي ريدي، تعال هنا شوية، تعال هنا شوية عشان تلعبوا صح. تعال هنا شوية ماشي. انت عامل ايه برجلك؟ ايه انت مشطط؟ لا لا لا، انزل على ركبك زينا قاعد على الشطور، وانت خليك على ركبك. قلنا ريدي، ايديكم زين، هترفعوا ستيدي ايديكم كعندي، ما تتحركش. امين امين. اللي هيحرك كعانه وهيخالف القوانين يبقى خسر. ستيدي ستوب، ما تشدش، خليكوا تراي عادي، خليكوا تمسكوا عادي كده. دول لازم يساووا بعض، وانزلوا تاني كل واحد برضه كده. ريدي ستيدي 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 جو. على فكره اسحب ايدك جامد، شد صدرك اكتر. والله يوسف كسب، بطل يوسف. حمبوزو المركز الثاني، يوسف المركز الاول. ادينا حته بقى للكسبانين كده، اعمل حركات الكسبانين. ايوه بالبتاع المقطوع من تحت باطك ده، ايوه دي تهويه، انا عارف تهويه من كتر اللعب والحاسه اتقطعت. يلا حته بقى، يلا يا عم طلع من ديزك نار دلوقتي. يلا ادونا الجايزه. صباح القشطه يا زميلي، وادي الشوكولاتايه. يا عم اصبر بقى، ده الضغط ده لسه المسابقه اللي جايه. ودلوقتي معانا الاثنين المتسابقين اللي فاضلين، احسن رجاله. وبوم صباح عشت يا زميلي، ده انتوا بتسخنوا بقى بجد يا دين امي، وربنا لا تطلع بالفيديو. يلا ودلوقتي هتبداوا تقعدوا. ثانيه واحده ثانيه واحده، اظبطوا المخده. ساعة ما اقول ريدي تحطوا ايديكم قصاد بعضيهم، ريدي كعانكم قصاد بعض لما تيجوا تحطوها.
تعالوا قصاد بعض. ريدي؟ نيموا ايديكم. لازم توزن، لازم ايدك دي تلف هنا، ولازم ايده هو تلف هنا. ستيدي؟ خلاص؟ ستيدي؟ ارفع تمسكوا، ما تشدش لسه، احنا بنعمل تيست. افتح افرد صابعك، ايوه امسكوا كده من تحت. تمام؟ يبقى كده ستيدي؟ ماشي؟ ساعة ما اقول جو تبداوا اللعبة، أنا لسه ما قلتش جو. سيبوا ايديكم من بعض. عندي مشكلة، سيب ايديك بقى. عندي مشكلة صغيرة، كعانكم بتتحرك. أنت إيدك بتمسك هنا. وهو إيده بيمسك قصادك هناك. وأنت كعانكم قصاد بعض. افردوا إيديكم. خلي الركبة، أيوه الإيد على الإيد على على الكوع. ماشي؟ خلاص؟ ريدي؟ ستيدي؟ اطلعوا، ما تحركوش كعانكم. ستيدي؟ ستيدي؟ سمير بيشد من دلوقتي. لا مفيش شد، لما اقول جو ستيدي. سمير قوه، خالد قوه قوه. ريدي؟ والله انا سيدي. ستيدي خلاص اقول جو. ستيدي ما تيجوا ما كوز. ستيدي يلا يا إلهام، احنا كل ده قاعدين عشان خاطر تستني جو. سلام استنى عشان نقعد نعمل اعلانات، ده احنا هنقعد نصرخ لكم. طب انتوا قاعدين بتقروا الفتح، شيل ايديكوا بقى. لما شيل ايديك لما يا عيني انت هتناموا شويه. اهي جت يلا يلا. الشوكولاته تناديكم ايها الاوغاد. يجب ان تقوموا باللعب السريع ايها الاوغاد. ريدي؟ ستيدي ستيدي. جو سم سم خالد. لقد فاز خالد. خدتي بالك؟ هنعيدها هنعيدها، ودي اخر اعاده ومش هينفع نعيده تاني. الكبير وانا ضعيف. انت ضعيف؟ طب ما يوسف كان ضعيف. لا بص بص، الخطفه الخطفه هي لازم الاثنين يبداوا مع بعض. ياسين واحد 8 سنين. انت اكبر مني. اه بس انا سوري ومش عايز تاكل. انت عايز تتزغط زي البطه بجد. يلا انا ركب. افتح بقك كده. لا ده انت وضعك خطير. افتح بقك يا افتح بقك يا نشوف ايه عندك عيوب ايه جوه. اسوأ هدخل التليفون. طب بعدين ابتدي ما تاكلش ليها. نار اسوأ. النبي يا الهام زغطيه لنا، زغطي حطيه كده وحط رجلك وهتزغطي زي البط. زغ زغ وزغ. يلا عشان المسابقه تبدا، عشان الشوكولاته دي تنتهي. خالد انت كسبت قبل كده واثق من نفسك، حتى لو خطفت انت واثق من نفسك. قوه قوه. لو هو خطفها منك المرة دي ركز وابدأوا مع بعض. سمير انت خطفها. اطلع ريدي. ده ايه ده زي بتوع المصارعة بتلف في ايديك؟ ايوه وبتمسحها بقى. ده كده بيسخن بيسخن. منور ازاي؟ ما تجيبش كورة. ديم ما دعوة بيه الخطف. ما هو ده الخطف على فكرة. كده انتوا هتعيدوا تاني عشان انت كده خطفت. ده انت بتلف. قشطة هنعمل إعادة ليوسف كمان. يلا يلا ريدي ستيدي. ثلاثة اثنين واحد ابدأ. سمير اتفضل يا ريس. يا صاحبي يا صاحبي هنقفل الشوكولاته عشان نعمل تاني الاعاده. اعاده ليوسف وجو. ريدي ستيدي. 3 2 1 جو. يوسف جو يوسف جو 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 جو. ما ترفعش كوع. لا نقلتك دي غلط وكسبك على نقلتك.